بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول حلقاتنا في الكيمستري، وهنبدأ بشابتر 1. شابتر 1 ترانزيشن إليمنتس، واسمها العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية معروف إن هي، طبعا كلكم عارفين إن هي الدي بلوك إليمنتس أو الإف بلوك إليمنتس. إحنا بقى هنهتم إن شاء الله السنة دي ب المين ترانزيشن إليمنتس اللي هي الدي بلوك إليمنتس. المين ترانزيشن إليمنتس دي طبعا موجودة في 10 فيرتيكال جروبس. وطبعا هتسألني ليه بقى 10 فيرتيكال جروبس والS2 فيرتيكال جروبس والP6 فيرتيكال جروبس؟ علشان الدي بلوك إليمنتس دي سب ليفل كان تيك أب تو 10 إلكترونز، بيتملي بعشر إلكترونات، يبقى كل إلكترون كورسبوندينج تو 1 جروب. لذلك المين ترانزيشن إليمنتس أو الدي بلوك إليمنتس آر فاوند إن 10 فيرتيكال جروبس. فلو بصينا كده أهو الـ 10 فيرتيكال كولمز هم، أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5، أدي 6، أدي 7، أدي 8، أدي 9، أدي 10. دول الـ 10 فيرتيكال جروبس. وزي ما شايفين أنا مقطعهم كده أهو إلى 3 horizontal series، الـ first transition series والـ second transition series والـ third transition series، وآدي كمان الـ fourth transition series. وفي الحقيقة في elements منها مكتشفة وفي لسه، فعشان كده احنا بناخدها كسيريز وخلاص، مش علينا مين فيها مين جواها. طيب لو بصينا كده على الـ first transition series اللي هي بين قصادنا كده اهي، اللي بتحرك عليها دي دلوقتي، دي starts from scandium. السيريز دي بتبدا من السكانديوم تو زنك لغايه element اسمه الزنك. السكانديوم الاتوميك نمبر احنا عارفين اللي بيتكتب ده سبسكريبت كده اهو 21 دي، ده الاتوميك نمبر بتاعه. والزنك الاتوميك نمبر بتاعته ايه؟ 30. الفيرست ترانزيشن سيريز دي series where a 3D sublevel is filled successfully with electrons. السيريز دي بتحتوي على ال sublevel 3D، هو آخر sublevel بيتملي بالإلكترونات، يفضل يتملي تباعا 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 لغاية ما نوصل للزنك، يبقى دي فيها 10 is filled successfully with electrons، وهكذا. يعني هنا دي 1، هنا دي 2، دي 3 electrons، يعني دي شايلة 4 electrons. هنا في exception، دي هتبقى فيها 5 electrons هنحكيه بعدين، دي 5 الكترون، دي 6 الكترونز، اند سو اون، اند فاوند ان بيريد 4. يبقى احنا بنتكلم على الفيرست ترانزيشن سيريز اهي قدامنا اهي، دي موجوده في البيريد 4، دي تبدا من السكانديوم تنتهي بالزنك، وال3 دي سب ليفل بيبدا يتملي تباعا بالالكترونز. السكند ترانزيشن سيريز، السكند ترانزيشن سيريز ستارتس فروم ياتريوم تو كادميوم. الياتريوم اهو، وبعدين اليمنتس 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 اليمنتس، مش عليكم مين بقى، وتنتهي بالكادميوم. Where is 3 4D sublevel is filled successfully with electron. بلاقي فيها ال 4D sublevel يبدا يتملي تباعا بالالكترون لغايه ما يتملي عند الكادميوم 48. وموجودين في البيريود نمبر 5. البيريود دي البيريود نمبر 5 في المودرن بيريودك تيبل او اللونج فورم بيريودك تيبل. الثيرد ترانزيشن سيريز، الثيرد ترانزيشن سيريز ستارتس فروم لانثانم او لانثانم 57، ده الاتوميك نمبر بتاعته، up to المركوري الاتوميك نمبر بتاعته 80. where ال 5D sublevel is filled successfully with electrons. بلاقي ال 5D بقى sublevel يبدا يتملي بالالكترونز، ال 5D 1، 5D في 2 electrons، ال 5D في 3 electrons، 4 electrons، 5 electrons، and so on so on. ببص بلاقي ده موجوده في البيريود نمبر 6. نيجي the last series، ال 4th transition series includes the element where 6D sublevel is filled successfully with electrons and found in period 7. This is the 4 tiers of the main transition elements اللي هي D block elements. Electron configuration of the first column on going to the transition elements D block elements. هنبص هنلاقي ال first column اللي هو دون اللي هو add scandium, yttrium, lanthanum and so on. في element تحت كده هو اللي هي الفورست ترانزيشن سيريز، هنلاقي الالكترون كونفيجريشن او الجنرال الكترون كونفيجريشن ان ماينس 1 دي 1 ان اس 2.
يعني ايه هذا الكلام؟ لو بصينا كده على الفيرست كولم هنبص هنلاقي السكانديوم الالكترون كونفيجريشن 4s2 3d1، اليتروم اللي تحتيه 5s2 4d1، اللانثانم اللي تحتيه 6s2 5d1، ماشيه بالترتيب. يعني كل برينسيبال كوانتم نمبر من دول بيزيد 1، لان احنا هنا بنخش في ليفل جديد. فلما نيجي نحب نعمل جنرال الكترون كونفيجريشن اوف ذا فيرست جروب اليمنتس اوف ذا ترانزيشن اليمنتس، ممكن نعمل كده اهو. لو اعتبرنا الرقم اللي قصاد الاس سب ليفل ان وبصينا الديب يبقى اقل منه 1، يبقى ان ماينس 1، يبقى الالكترون كونفيجريشن اوف ذا فيرست جروب اوف ذا فيرست اوف ذا ترانزيشن سيريز ان اس 2 ان ماينس 1 دي 1. This is for the first group. It's the last group. The last group. What did the group before the last and so on. The last group, لو بصينا للزنك الالكترون configuration 4s2 3d10، الكادميوم اللي وراء اللي تحتيه على طول واحنا نازلين 5s2 4d10 6s2 5d10. لو بصينا ايضا هنلاقي الاس لو رقمها n يبقى دي اقل منها ب1 تبقى n minus 1. يبقى الجنرال فورمولا جنرال كونفيجريشن بتاعه اللاست جروب اوف ذا مين ترانزيشن اليمنتس ان اس 2 ان ماينس 1 دي 10. تعالوا نشوف حاجه تانية كده وخصوصا في الفيرست ترانزيشن سيريز، ونبدا كده بمراجعه ارقام المجموعات. ادي 3p 4p 5p 6p 7p 888، سموا الجروب سيديا 8، ونرجع تاني 1P 2P. وطبعا ما حطناش هنا رقم P علشان في الـ elements اللي هي representative elements اللي هي الـ S والـ P block elements في 3A 4A واخدة كده وراها كده رقم الـ A. هنا حاطين رقم الـ B علشان نميز الأرقام أو الجروب نمبر بتاعة المين ترانزيشن إليمنتس عن الريبريزنتيف إليمنتس. طب هنا ما حطناش حرف البي ليه؟ لأن في الريبريزنتيف إليمنتس ما فيش 8A، عشان كده حطينا دي 8. طب ليه دول واخدين 888؟ دي مجموعة وفي سيميلاريتي، حتى لو بصينا كده إليمنتس أوف جروب 8 كاتبها لك آدي بالإنجلش وآدي بالرومان فيجر، ديفر فروم elements of group B، يعني الجروب دي المجموعة دي الالمنتس دول الثلاثة دول بيسموهم التريات. التريات دول يختلفوا عن دول في ان في similarity the presence of a similarity between their horizontal elements، في similarity في البروبرز بتاعتهم في الثلاثة دول افقيا، rather than او higher than that found between their vertical columns، يعني السيميلاريتي في الثلاثه دول اكتر من السيميلاريتي ما بين الايرن واللي تحتيه واللي تحتيه، الكوبالت واللي تحتيه واللي تحتيه، في هنا سيميلاريتي اكتر من هنا، واكتر من كده مش عليك. Economic importance of elements of the first series، الاهميه الاقتصاديه للالمز بتاعه السلسله الانتقاليه الاولى. مبدئيا الفيرست ترانزيشن سيريز ريبريزنت اباوت 7% باي ويت فروم ذا ايرثس كراست، يعني المجموعة دي بتمثل 7% وزنا من الأرثس كراست، يعني لو 100 يبقى هي 7، لو 1000 يبقى هي 70 وهكذا. The first element of the first transition series is scandium، الرقم اللي مكتوب تحت ده اسمه الاتوميك نمبر، وده يساوي النمبر اوف بروتونز، وطبعا معروف ان النمبر اوف بروتونز ايكوال النمبر اوف الكترونز، دي حاجات قديمة قوي بتاعت الناس اللي في ابتدائي. لما نعمل الكترون كونفيجريشن بلاش بقى نعمل الكترون كونفيجريشن بالطريقه التقليديه 1s2 2s2 2b6 3s2، الطريقه دي خلاص قديمه بتاعه المبتدئين، احنا دلوقتي بقينا الحمد لله اعلى شويه. هنعملها بطريقه ايه؟ النيرست نوبل جاز كونفيجريشن، لاقرب نوبل جاز لتوزيع الالكتروني. فمن 1s2 لغايه 4s2 دول يعملوا 20 الكترونز، هناخد 18 دول يساوي الارجون، ونبقى عندنا 4s2 و3d1 لان الاتوميك نمبر بتاعت الزنك اهو 21، الارجون ب 18، ممكن ما تكتبش ال 18 ده انا كاتبها لك ليك انت للتوضيح، وال 4s2 وال3d1 ادي ال 18 وادي ال 220 وادي 1 يبقى 21، ادي السكانديوم الاتوميك نمبر بتاعته اهو، وده شكل السكانديوم اول ما بنعمل له الاكستراكشن بيكون شكله بالمنظر ده، وتقدر تخش وتشوف لو عايز تشوف اكتر. اليوزز بتاعته الايكونوميك امبورتانس بتاعته ان مانيفاكتشر اوف ميج فايتر جيتس، الطائره القتاليه اللي اسمها ميج، ميج ده ناون اسم، اسمها ميج الطياره ميج. ليه بقى؟
للسكانديوم بيخش في صناعة هذه الطيارة. When scandium mixed with aluminium، لما بنيجي بنخلط الاسكانديوم مع الألمنيوم gives a light خفيف and hard alloy والloy hard متين، وده كل اللي أنا عايزه في الفايتر جيتس في الطائرات القتالية. ده بالمناسبة ممكن تتسأل الاسكانديوم is used in manufacture of MiG fighter jets. الإجابة أنا رأيت برضو أن يكون المحاضرة بنفس طريقة الإجابة اللي أنت هجاوبها أهو، just اللي between brackets ده هي دي الموديل model answer. Another use of scandium in manufacture of mercury vapor lamps، نترجم، في صناعة لمبات بخار الزئبق. الاسكانديوم gives a light with high quality looks like sunlight used in TV photography at night، بيديني ضوء قوي جدا بالضبط كده عامل زي ضوء الشمس، وبيستخدموه في التصوير التي في اللي هو الليل. بالليل بقى وعايزين نصور ونطلع إضاءة واضحة جدا كما لو كنا بالنهار، فنستخدم على طول الميركري فيبر لامبس. تخيل ان ده سؤال والإجابة اهي، scandium gives light with high quality looks like sunlight used in TV photography at night. The second element titanium. تيتانيوم الرقم ده زي ما اتفقنا الاتوميك نمبر والالكترون كونفيجريشن، لو انت بقى تاخدها كده بذكاء هيبقى نفس الالكترون كونفيجريشن اوف سكانديوم، وهتيجي على الدي بدل ما فيها 1 في السكانديوم تحط خليها 2، وهتبدا بعد كده تباعا 1 2 3 وهكذا. وده شكل التيتانيوم اهو لما بيحصل له الاكستراكشن ويتحول الى اهو ميتال، بيكون شكله عامل كده اهو. تعالى لايكونوميك امبورتنس اوف تيتانيوم ان ذا مانيفاكتشر اوف ايركرافتس اند سبيس شاتل، الطيارات العاديه بقى والمكوك الفضاء العادي. This is due to، ده بسبب ان التيتانيوم از ريجيد از ستيل، من الصلابه من المتانه بحيث زي الستيل. But is less dense، ولكنه اقل كثافه، يعني متين وزي الستيل واخف منه. طب ما دي مميزات صناعة الطيارات، ادي بقى السبب ان احنا استخدمنا التيتانيوم في هذا الغرض. So it's alloy with aluminium، احنا بقى بنقوم عاملينه مع الالومنيوم. معروف ان الالومنيوم ده ميتال من الميتالز الخفيفة قوي، بس طبعا من الريبريزنتيف اليمنتس وليس من الترانزيشن اليمنتس. Maintains its durability، لما بحط التيتانيوم مع الألمنيوم بيحافظ على متانته، الديورابيليتي اللي هي المتانة، وخصوصا at high temperature، لما تكون درجة الحرارة مرتفعة المعادن المتانة بتاعتها ممكن مع درجة الحرارة والسكونية بتفقد المتانة بتاعتها. أما الألوي دون maintain its durability at high temperature. هو while the hardness of aluminium decreases، الهاردنس اوف الالومنيوم في درجه الحراره المرتفعه بتقل، وبالتالي ما اقدرش استخدم الالومنيوم لوحده انما استخدم الالومنيوم مع التيتانيوم. The second use of titanium in the dental implants and artificial joints، زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. يمكن انا حاطط لك اهي الصوره دي، ادي الجزء اللي انا بشاور عليه بالماوس ده اللي هو الميتاليك ده، ده حضرتك التيتانيوم، وده بيتزرع هنا اهو في الحته دي ويتساب مده معينه لغايه ما يندمج مع الهيكل العظمي بتاع الفك دون، وبعد كده بنيجي نثبت الحته اللي فوق دي اللي هي الكراون دي بمسمار كده اهو برده من التيتانيوم ونربطها هنا اهو. ده صورة كده هو لي عملية زرع سنة او درس بالمنظر ده، ده درس. طيب لو تسألت اشمعنى التيتانيوم بستخدمه في الدينتال امبلانتس والارتفيشال جوينتس، دي كمان ادي ارتفيشال جوينتس، في هنا جوينت طبيعية بقى اتكسرت في اي طريقة في اي حادثة بتاع، وبنيجي مش قادرين نرممها او نعالجها فبيركبوا الارتفيشال جوينتس في المنطقة دي. This is due to it is inert، التيتانيوم ده inert خامل، so the body doesn't eject it، الجسم مش بيلفظه، مش بيخرجه بره، مش بيطرده، مش بيتخلص منه. معروف ان الجسم بطبيعته متكون على متهيئ ان اي حاجه غريبه عنه بيلفظها. And doesn't cause any type of poisoning،
يعني لا يسبب تسمم في من أي نوع من الأنواع بالاختبارات طبعا أكدوا هذا الكلام للجسم أو للمكان اللي أنا بعمل فيه الجوينت أو المكان اللي أنا بزرع فيه السنة الجديدة. ده التيتانيوم في الدينتال إمبلانتس. نيجي بعد كده 3 تيتانيوم دايوكسيد. هنخش بقى هنا في التيتانيوم كومباوند. التيتانيوم دايوكسيد TiO2 ده الكيميكال فورمولا بتاعته is used in sun protection cosmetics في المستحضرات التجميل بتاعت الحماية من أشعة الشمس ببساطة لأن بيتعمل في صورة نانو تيوب أو نانو بارتيكلز. اهي أنا جايب لكم صورتها اهي. As its nanoparticles prevent the effect of UV on the skin. طبعا الهارمفول UV. ادي شكل النانو بتاعت النانو تيوبس بتاعت التيتانيوم دايوكسيد بتتحط على sun protection cosmetics وبستخدمها ضد أشعة الشمس وبالتحديد UV الضار. نيجي للثيرد element vanadium 23 الاتوميك نمبر. الالكترون configuration احنا قلنا بقى هناخدها بذكاء. يبقى احنا هنثبت عندنا على طول ادي ارجون ادي 4s2 ادي 3d وتشوف هو الاليمنت الثالث يبقى هنا 3 الاليمنت الثاني يبقى هنا 2 الاليمنت الاولاني يبقى هنا 1 وهكذا. ده شكل الفانيديوم كما هو موجود بعد الاكستراكشن طبعا. واليوزز بتاعته ان مانيفاكتشر اوف كار سبرينجز. كار سبرينجز اللي هي المساعدين او السوست اللي في العربيه مساعدين السياره. ايه السبب ليش معنى الفانيديوم بستخدمه في هذا الاستخدام؟ ان ادينج ا سمول بورشن اوف فانيديوم. لما نحط سمول بورشن من الفانيديوم حبه صغيرين كده اهو تو ستيل على الستيل بروديوسز ا هارد الوي ويز هاي ابيليتي تو ريزيست كوروجن. الالوي اللي طالع ده بيبقى فيري هارد وكمان ما بيصديش. طبعا احنا في مساعدين السياره محتاجين معدن ما بيصديش وكمان هارد. فهتبص هتلاقي الالوي دون يناسب تماما صناعه الكار سبرينجز. وزي ما قلت لك وبفكرك دايما اهو ادي لو تخيلنا ان ده بيسالني فانيديوم از يوزد ان مانيفاكتشر اوف كار سبرينجز انا عامل لك الشرح كما لو انها اجابتك اللي انت هتكتبها على طول مباشره اللي هي باللون الازرق. On adding a small portion of vanadium to steel produces a hard alloy with high ability to resist corrosion. Vanadium pentoxide V2O5 دي بقى compound اهو اسمه الفانيديوم بنتوكسيد. احنا تقريبا لو انتم ملاحظين بنشرح الاول بنعرض الامبورتنس بتاعت الميتال اتسلف وبعد كده بنخش لو في compounds لها economic importance بنعرض. V2O5 that is used in the manufacture of dyes used in ceramic and glass. Also it is used as a catalyst in the manufacture of strong magnetic conductors. بنعمله كمان catalyst وكمان يستخدم في صناعة strong magnetic conductors الموصلات المغناطيسية القوية جدا. The fourth metal is chromium. The atomic number of chromium 24. The configuration adi argon adi 4s1 3d5. Allah ايه ده؟ مش احنا دايما بنقول ال 4S بتشيل 2 والدي بتشيل المتبقي؟ يعني هنا المفروض يبقى هنا 2 وهنا 4. ايه ده بقى؟ في هنا exception في الالكترون configuration has been found that وجد كذلك. الاكسبلينيشن بتاعت الاكسبشنال الكترون كونفيجريشن اوف كروميوم از اتريبيوتد تو ذا ستابيليتي اوف ذا اتوم. وان الكترون ترانسفير فروم 4s تو 3d سب ليفل تو ميك ذا سب ليفلز هاف فيلد ويتش جيف ذا اتوم هاي ستابيليتي. يبقى بعد كده لما يقول لي اعمل الكترون كونفيجريشن للكروميوم يبقى ادي 4s ما تنساش هتبقى 4s1 و3d هتبقى 5 وليس 2 و4. وعايزك كمان ما تركزليش على ان الكروميوم هو تعمل كده، لا عايزك تركز على ال 24 هي اللي كده. ال 24 فيها اكسبشن لان ساعات بيخدعك بقى ويقول لك ايه write the electron configuration of the element whose atomic number is 24. خلاص فانت تقوم عامل ايه؟ تقوم على طول ال 24 فيها اكسبشن. وكمان هنيجي بعد كده في الكوبر ال 29. ما علينا، ده شكل الميتال بتاعه الكروميوم اهي. ولو عايز النت عندك موجود شوف اكتر. الايكونوميك امبورتنس ان تانينج ليذر. تانينج ليذر اللي هي دبغ الجلود. ان الكترو بليتنج اوف ميتلز. طبعا احنا فاكرين الكترو بليتنج
دي بطلع معدن بمعدن، بغطي معدن بطبق من معدن آخر، ومن شروطها ان هي يكون المعدن الآخر ده ايه ريزيست الكروجن وبيدي شكل احلى ميتاليك لاسترز جميل. انا بغطي بالكروميوم دون. في حاجة هنا على الكروميوم، الكروميوم is very active، الكروميوم ده نشط جدا but resist the atmospheric action. الله، منين بتقول لي الكروميوم ده very active و resist the atmospheric action؟ السبب due to the formation of non-porous oxide layer، عشان هتتكون على الكروميوم طبقة غير مسامية. الطبقة دي the size of its molecules، حجم المولكولز بتاعتها is larger than that of كروميوم اتومز، عن الكروميوم اتومز، عن الاتومز بتاعت الايه الكروميوم. عشان كده بنغطي المعادن دي بطبقه من الايه من الكروميوم. اوكي، thus this layer prevents the reaction with atmospheric oxygen. الطبقه دي بتاعت المولكولز دي اللي اتكونت على، طبعا طبقه اوكسيد كروميوم اوكسيد، على الاتومز بتاعت الكروميوم بتكون اكبر من السايز بتاعت الاتوم اتسلف، فبتغطيها فبتمنع البنتريشن اوف اوكسجين والهيوميديتي الرطوبه يعني، وما يحصلش عمليه الايه الاكسل. كروميوم تراي اوكسايد Cr2O3، هنا هنيجي بقى هنخش في الكومباوندز، يبقى 1 و2 دول يخصوا الكروميوم، 3 كروميوم 3 اوكسايد الحته دي is used in the manufacture of dyes، في صناعة الصبغات. بوتاسيوم دايكروميت توك بي 4، احنا عارفين البوتاسيوم دايكروميت ده اوكسيدايزنج ايجنت، وتعالوا ما افكركم بحاجة استخدمها في الاورجانيك لما بنعمل اوكسيديشن للايثانول عشان اجيب الايثانال اللي هو الاسيتالدايد ثم الايثانويك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد، استخدمت ده اوكسيدايزنج ايجنت. افكرك بحاجة كمان، ده لونه اورنج الاسيديفايد طبعا منه، بستخدمه اسيديفايد لونه اورنج، ولما بيعمل الرياكشن بيتحول الى ايوه الى اللون الجرين، وعشان كده بستخدمه في الديتكشن. ما علينا، هيبقى عندنا ريفيجن للاورجانيك وهنعيد ده كل ده. تمام، نيكست ميتال از مانجانيز الاتوميك نمبر 25 واز يوجوال ارجون فور اس 2 3 دي 5. هنرجع بقى ايه لطريقتنا العاديه الاوليه الأولانية، الـ 4S بتبقى 2 والـ 3 دي بتبقى 5، يعني مش عادي جدا. الإكسبشن كان في مين؟ في الإلمنت اللي هو مين؟ أيوة 24. انسى موضوع الكروميوم، لو لزق في دماغك ماشي، بس أنت ما تبقاش حافظ لي إن الكروميوم فيه إكسبشن، لا، الـ 24 فيها إكسبشن. مانجانيز is always used in the form of alloys as it is a brittle metal. المانجانيز بستخدمه دايما في صورة alloys، alloys، علشان هو هش لا يصلح للصناعة. ده سؤال، ده سؤال، ليه انا بستخدم دايما المنجنيز في صورة اللويز او حتى كومباوندز؟ في كومباوندز للمنجنيز ولها استخدامات كتيرة، انما انا عندي هنا بركز على بقول المنجنيز is always used in the form of alloys as it is a brittle. فيرس الوي اوف منجنيز، فيرو منجنيز الوي، حتى من الترجمة مش لازم يعني تحفظ، فيرو من اللاتين وورد حديد، ومنجانيز اللي هو منجانيز بتاعنا باللاتين زي الانجليش، is used in railway track اللي هي قضبان، صناعة قضبان السكك الحديدية، as it is harder than steel، كان ممكن اعملها من الستيل، هو امتن الالوي ده لما بحطه على الستيل بيديله متانة، كأن المنجانيز increases the hardness of steel. خلي بالك الستيل احنا في نهاية التشابتر ده هناخد الستيل itself هو الوي، يعني الستيل دي معناها مش الحديد بس، الستيل هو itself alloy، alloy من الايرون والكربون والمنجنيز طبعا في الصناعه بنعمله كده. ده سكند الوي الومنيوم منجنيز الوي، من الاسم اهو ادي الالومنيوم بنخلطه بالمنجنيز طبعا بنسب معينه، is used in drinks cans، الكنزة اللي هي الكنزايه بتاعه المشروبات الفايزي درينكس دي مصنوعه من الالومنيوم منجنيز كانز، ولو اتسألت عشان ريزيست كروجن يقاوم التآكل. نيجي بقى بعد كده للكومباوندز، منجنيز تترا في اي في دي معناها اربعة، تترا اوكسايد هي مش دايوكسايد، هي اوكسايد تترا اوكسايد، وبرضو شائع اسمه منجنيز دايوكسايد، الاثنين صح، يبقى منجنيز تترا اوكسايد ومنجنيز دايوكسايد، is a strong oxidizing agent in dry cell، في
في حاجة عندي اسمها الدراي سيل اللي هو الباتري، الباتري حجر البطارية، القلم ده اللي احنا بنشتريه ده اسمه دراي سيل. في مشكلة عنده كده، بيحصل اكيوميليشن للهيدروجين على الكاثود، فممكن يضعف الكرنت لغاية ما يوقف شغل البطارية خالص. فأنا بحط مع الخلطة اللي حوالين الكاثود اللي هو بيكون عبارة عن جرافايت في النص كده الاسود ده، ممكن انت تخش على النت وتشوفها، بحط المنجنيز دايوكسيد، فأول ما بيطلع الهيدروجين من الرياكشن فبيعمل له اكسيديشن ويخلصني منه، بيحوله إلى مي. الحتة دي مش عليك، إنما وجب التنويم. منجنيز 2 سلفيت MnSO4 is used as fungicide. Fungicide دي كلمة مركبة، فانجي من فانجاي وسايد اللي هي باللاتين يعني مبيد أو مضاد، يبقى ده إيه؟ مبيد للفطريات، فانجي سايد. Next element iron atomic number 26 الالكترون configuration as usual argon 18 for SC2 3D6 used in manufacture of reinforced concrete اللي انا بشاور عليها دي. دي هم بيجهزوا حاطين الحديد اهو، وحاطين هنا فرشه من الخلطه اللي احنا بنسميها الاسمنت والرمل والزلط، وهيحطوا بعد كده كميه من الاسمنت والرمل والزلط، وهيعملوا الخرسانه المسلحه reinforced concrete اللي هي الخرسانه المسلحه. Electricity pylons اللي هي دي الأبراج دي بتاعة الكهرباء، دي برضو تصنع من الحديد. Cannons pipes اللي هي المواسير بتاعة المدافع ومواسير البندقيات ومواسير المسدس وكده، كل دي بتتصنع من الحديد. ولو قعدت تعدد في استخدامات الحديد وتبص حواليك، انت لو بصيت حواليك كده هو في أي مكان هتلاقي حاجة مصنوعة من الحديد، وإن ما كانتش من الحديد هي مصنوعة بأدوات كلها من الحديد. Iron also is used as a catalyst in the preparation of ammonia by Haber-Bosch method. الايرن بستخدمه ككاتاليست في تحضير الامونيا بطريقة اسمها Haber-Bosch method. And also in conversion of water gas to fuel by Fischer-Tropsch method. في طريقة بحول الووتر جاز، طبعا talk before in organic when methane is heated to high degree and cooling بيحول لي الميثين الى حاجة اسمها الووتر جاز. الووتر جاز هو رمزه CO and H2 carbon monoxide gas and hydrogen. ده بحوله الى fuel by Fischer-Tropsch method اللي عمله الطريقة يعني. 7 cobalt 27 الالكترون كونفيجريشن ارجون 18 4S2 3D7 ماشين ال4S ثابته ما عدا الكروميوم بفكرك، وبيزيد هنا الكترون واحده واحده. كوبالت كان بي ماجنتايزد از ايرن، من الامبورتنت بروبرز اوف كوبالت ان هو كان بي ماجنتايزد زي الايرن. سو ات از يوزد ان ذا مانيفاكتشر اوف ماجنتس، عشان كده طالما ماجنتايز بعمل منه الماجنتس. And used in modern dry batteries of cars. الماجنتس اهي، الماجنتس دي معموله من الكوبالت وبتحط معاه حاجات تانية. يعني هنا سمريوم ده عباره عن inner transition element، بضيفه على الكوبالت واعمل منه الايه؟ الماجنت ده. وادي المودرن كار باتريز اهي اللي بعملها من الكوبالت. كوبالت is used in food preservation، يعني في حفظ الاطعمه بالكوبالت. أني كوبالت ده الكوبالت عنده 12 ايزوتوبس، عنده 12 ايزوتوب. الايزوتوبس اللي هي النظائر، ان كل element يبقى ليه اكتر من شكل، بنقول على كده different forms of the same element having the same atomic number but different mass number. This is the isotopes and it is the definition of isotopes. الكوبالت عنده 12 ايزوتوبس، انهي ايزوتوب فيهم هنعرف دلوقتي. quality control مراقبة الجودة. And in the genesis and the treatment of tumor. The genesis يعني تشخيص. And the treatment علاج التيومرز. التيومر ربنا يعافينا ويشفيكم، مش كلها تيومرز حميدة، في تيومرز كارسينوجينيك خبيثة. الكوبالت بيعالج ده. أنهي كوبالت بقى؟ لو اتسألت في السؤال ده
ليه الكوبلت is used in preservation of food, in quality control and the diagnosis and the treatment of tumors. كوبلت isotope 60 radiates gamma radiation. يبقى جينا هنا اهو ادي الكوبلت isotope 60. احنا اتفقنا ليه 12 isotopes. الايزوتوب بيتسمى بالماس نمبر وليس بالاتوميك نمبر. الكوبلت نرجع فوق كده الكوبلت 27, انما ادي بقى 60 دي الماس نمبر. كوبلت ايزوتوب 60 راديتس ده بيطلع جاما راديشن. الجاما راديشن دي عندها هاي بينتريتيف باور, لها قدره وقوه اختراق عاليه جدا, تخترق الاشياء. في بقى الميكانيزم بتاع كل يوز من دول مش عليك, انما احنا بنقول لك اليوز المباشر. الصوره دي ده عباره مثلا ادي فود اهو بتوضح لي البريزرفيشن اوف فود. ادي التفاح وادي تيوبس من الكوبالت 60. التيوبس دي فيها كوبالت 60 بيطلع جاما راديشن وبيعمل هنا اهو الايه عمليه حفظ الاطعمه. 8 نيكل اتوميك نمبر 28 السيمبل ان اي. الالكترون كونفيجريشن از يوجوال ارجون 18 فور اس 2 اند 3 دي 8. In manufacture of nickel cadmium battery. في نوع من البطاريات, البطاريات دي بتتشحن مدة طويلة, بتعيش مدة طويلة اقتصادية يعني. أنا بصنع النيكل, بصنع البطارية دي من النيكل والكادميوم, واحد أنود وتاني كاثود مش موضوعنا. 2 in manufacture of steel nickel alloy, a type of steel formed by mixing steel which is originally iron and nickel. ده characterized by انه hard alloy, alloy قوي جدا متين جدا, and resist corrosion and the effect of acids. بص هنا بقى زادت, لو انت رجعت كده ارجع على اليوزز منين ما تلاقي alloy تتلاقي hard alloy و resist corrosion. حتى احيانا يعني لما يسألنا حد مثلا, انا السؤال ده لما يجينا عن الالوي ويطلع مش فاكر اقول له هما فكر في كلمتين hard alloy و resist corrosion. يبقى احنا اللي زاد عندنا هنا and resist corrosion and the effect of acids, وانا زود لك بقى عليها effect of alkyls بحكم تواجدي في المعامل لمده طويله. بنحط في النيكل كونتينر, نيكل ستيل كونتينر ديا او الالوي ده بنعمل منه كونتينرز. الكونتينرز دي ممكن نعبي فيها, نحفظ فيها, نشيل فيها, نخزن فيها الاسيد والالكلز. 3 النيكل كروميوم الوي, الوي formed from nickel and chromium, two metals used in heating coils of electrical furnaces. مش بس الهيتنج كويل بتاعت الالكتريكال فيرنس, طب ما انا عندي كمان المكوى. المكوى انا محتاج اسخن فيها ومحتاج كايل اسخن فيه يحول لي الالكتريكال انرجي تو هيت انرجي وما يصديش وما يتقطعش و و و و. يبقى كل الديفايسز او كل الانسترومنتس اللي انا محتاج فيها هيت من الكتريسيتي بستخدم فيها الهيتنج كويلز اللي هي ميد اوف نيكل اند كروميوم. This alloy resist corrosion at high temperature. خلي بالك بقى من حته high temperature دي. يبقى انا عندي لما درجه الحراره ترتفع possibilities of oxidation او corrosion. ما الكروجن هي oxidation process takes place to metal. كل الديفايسز اللي انا عايز احمل فيها temperature عاليه, درجه حراره عاليه, ومش عايز الكويل يتأثر, اجيب على طول نيكل كروميوم الوي. In electroplating of metals, metal objects. لما اجي اعمل طلاء للميتال اوبجكتس, احنا خدناها قبل كده في الكروميوم وهتلاقي فيه سيميلاريتي كبيره قوي ما بين الكروميوم والنيكل. كل الميتاليك الميتال اوبجكتس اللي عايز اعملها بروتكشن اجينست كوروجن بعمل لها electroplating بالنيكل او بالكروميوم, وساعات بالسيلفر بقى لو هي قيمه قوي, وساعات بالذهب لو هي عاليه قوي. Finally divided nickel. الترجمة nickel مجزأ تجزيئ نهائي, يعني ما يتجزأش بعد كده أكتر من كده. Used as a catalyst in hydrogenation of oil. وخلي بالك من الحتة دي, talk before in chapter 5 in organic chemistry. Hydrogenation of oil, it means reaction of oil with hydrogen to give solid fat. 9 copper. Copper الاتوميك نمبر بتاعته 29. الالكترون كونفيجريشن ارجون 4s. الله ايه ده 4s 1 ولا 2؟ انت قلت لنا ان ال s بتشيل 2 الكترونز, انت حاطط هنا 1. طب تعالى نشوف ال 3d 10 في هنا اكسبشن. ايوه في اكسبشن. الله زي مين؟ ايوه زي الكروميوم كان 24 وال 4s كانت 1 وال 3d 5. وقلت لنا ليه؟ افكرك,
قلنا علشان one electron transfers from 4s sub level to 3d sub level to make the sub level half filled which gives the atom high stability. طب هنا في حالة الكبر one electron اهو transfer من ال 4s اهو بقى 1 هو كان 2 one electron transfer to 3d بقى 10 to make the sub level 3d ماله بقى ايوه completely filled which gives the atom high stability. يبقى الاكسبشن كده ما تنساش ها ايوه الاكسبشن كده في 24 و29 حلو قوي جميل لو انت حفظت الكروميوم 24 والكابر 29 ده جميل قوي انما مبدئيا للناس اللي هي ما تحبش انها تحفظ كتير 24 و29 كابر is the first discovered metal. الكابر ده اول ميتال اكتشفوه في الكون اول حاجه. وادي شكل الكابر وعلى فكره بيتواجد في اماكن كده اهو في امريكا وكده. الكابر بيبقى موجود على هيئة ميتال اتسلف ولا أوكسيد ولا أور ولا أي حاجة. الكابر is used in manufacture of bronze alloy. في أكتر من حاجة للبرونز alloy لعل أشهرها الكابر والتن. لما بنخلط الكابر ده بتاعنا النهاردة مع التن اللي هو القصدير يعني عندنا بالعربي بيديني alloy اسمه البرونز alloy. البرونز alloy ده used in manufacture of coins والستاتس وحاجات كتيرة قوي. وجيب لك اكزامبل اهو من اللي هو البرونز الوي اهو ادي التمثال ده معمول من البرونز وادي ايضا راس الحيوان ده معموله من البرونز. In manufacture of electrical wires and cables صناعه الاسلاك الكهربائيه والكابلات. As it has high electrical conductivity والسبب في استخدام النحاس في عمليه الاسلاك والكيبلز ان التوصيل بتاعه عالي وكمان ان انا ممكن احصل عليه في صوره نقيه. كوبر سلفيت one of the most important of copper compounds is copper sulfate is used as insecticide and fungicide. احنا ترجمنا دول قبل كده دي عباره عن مقطعين ادي انسكت حشره سايد يعني مبيد او مضاد يبقى ده مبيد حشري فانجي سايد فانج من فانجاي وسايد من مبيد يبقى ده مبيد للفطريات. In the purification of drinking water يعني كل شركات المية عندها الكوبر سلفيت ده فانجيسايد وانسكتسايد. كوبر سلفيت also is used in preparation of failing solution ده old tool شوية old experiment in detection of glucose in the blood اللي هو في الديابيتيك بيرسون. بيبقى الكوبر سلفيت في سوليوشن اسمه الفيلنج سوليوشن وبندكت في حاجه اسمها بندكت برضو سوليوشن عشان لو قريت هنا ولا هنا قريبين من بعض قوي وبيكون لونه بلو زي ما تشاف في التيوب دي وبنحط على الحاجه اللي عايزين نختبر فيها الجلوكوز او الشخص اللي هو دايابيتيك بيرسون شاكين ان هو دايابيتيك بيرسون فبنحط عليه الفيلنج سوليوشن. لو اللون فضل بلو زي ما هو يبقى الشخص ده ما عندوش جلوكوز. لو اتحول الى اللون الريد او هنا مكتوبه الاورنج يبقى ده دايابيتيك بيرسون يعني في جلوكوز سوليوشن. اوف زنك 30 10 زنك الاتوميك نمبر اوف زنك 30 والكيميكال سيمبل ZN وطبعا انتوا عارفين لما نيجي نكتب الكيميكال سيمبل اوف اني اليمنت لو من حرفين زي الزنك كده الاولاني بيبقى كابيتال لتر والتاني بيبقى سمول. الالكترون كونفيجريشن اوف زنك 30 ارجون 18 4s2 اند 310 as usual. الصوره اللي انتوا شايفينها دي خلاص بقى احنا اتعودنا بنحط دايما تحت الميتال الصوره بتاعته ك فري ميتال اهو whatever بقى هو موجود في الطبيعة فري او احنا عملنا له extraction من ore دي ما تفرقش معانا هنا. الeconomic importance zinc metal is used in galvanization of metals دي industrial process اللي هي عملية الجلفانة وخصوصا بتتم على الحديد لما بنغطي الحديد او الميتال اللي احنا عايزين نحميه بطبقة من الزنك بيسموها galvanization of metals. طبعا كلكم فاكرينها scientifically بنسميها anodic protection وده عشان نحميه من الصدى. الصورة دي مسامير من الحديد iron nails covered by zinc layer وهنا اسمها galvanized nails يعني مسامير متجلفنة. 2
هنيجي بقى للcompounds of zinc. Zinc oxide is used in manufacture of paints, rubber and cosmetics. Paints كلكم عارفين يعني دهانات, rubber مطاط and cosmetics يعني مستحضر التجميل. The second compound of zinc, zinc sulfide, ZNS, اسم من سلفر, من سلفر يعني سلفايد, is used in the manufacture of illuminating paints اللي هي الدهانات المضيئة and the X-ray screen. بكده نكون خلصنا lesson 1, الجزء الأول, مش الدرس الأول أو الجزء الأول من chapter 1, وإن شاء الله تابعونا على نفس القناة وتابعونا على نفس الموقع, وهيصل لكم تباعا باقي شرح المنهج كله إن شاء الله.